هذه شبكه تيليك. تشوف ان العائله الصغيره ديال المعتقل بين قوسين، واش بتهمه جنحه، واش معتقل سياسي، هادشي كامل غادي تجاوبنا عليه العائله الصغيره. في نظرك علاش الاخ ديالك تم الاعتقال ديالو؟ علاش الاعتقال ديالو كان تم؟ علاش نقول لك؟ على النضال، على النضال. كانوا داروا ليه داروا لي ما هما كعارف النظام ديالنا ما كيضربش بالنظام، كيبغي يضرب شي حاجه كيضربها بشي حاجه، ما كيبينش لك النظام، كيبين لك شي حاجه اخرى. معنى اللي بغيتي تقول لي ان ما داروش شي معاذ الحاقد، شي رشيد غولام، عدد منهم كيبغي يضرب شي واحد كيضربوه بشي كره اخرى. تم التلفيق ديالو من طرف المخزن، علاش؟ لانه هو مناضل ما حركاش 20 فبراير. مناضل كيتجاوز الحدود اكثر من، وشنو هي الحدود اللي تجاوزها؟ الحدود اللي كيتجاوزها يا زعما كاين متهور في كي ديما سير قلت لك كيفاش تم الاعتقال ديالو؟ كيفاش تم الاعتقال ديالو؟ كيفاش تم الاعتقال ديالو؟ كان مريح هنا في الدار. شفنا الاحداث كامله باش العالم كامل يشوفها. كان مريح هنا في المنزل عندنا في الدار هنا، كان مريح، كانت مرتي وكانت امي، اختي ما كانتش في النار، ما كايناش هنايا، كانت مرتي وامي، راه امي كيعاودوا لي انا كنخدم بالليل كنجي كنعس بالنهار. كانوا هما وكيسمعوا بان هضر مع شي واحد التليفون، انا ولات كنشوف هذيك الهضره مع التليفون بحال شي واحد مسافطينو لي بحال فخ ديري لي، ديك الهضره مع التليفون نعرف النمره ديال التليفون اللي كنهضر مع اخر مره، هضر مع التليفون قال لي بغينا نتلاقاو، على ما قالش الزوجه ديالو قالت امي، هضر مع التليفون وقال بغينا نتلاقاو، قال لي قال لي كاينه شي حاجه، قال لي خويا كاينه شي حاجه بحال كاينه شي وقفه، هذاك النهار كنت كنتلا وقفه اصلا لا عبد الاحسان، هو كيمشي عند عبد الاحسان كيمشي الوقفات ديالهم وكنمشي الوقفات ديال 20 فبراير، ما كانتش كتسير النهار ما كانت لعبد الاحسان ما كانتش عندها لا وقفه احتجاجيه ولا 20 فبراير كانت عندها وقفه احتجاجيه، هو قال لي كاين شي حاجه ومشي كيجري خرج السربان. انا دو النظر ديالي انا ملي خرج ولد الساعه ما بقاش حتى الليل، وعيط لهم في التليفون قال لي انا راني وسط البوليس، عيط لي لحد السيد، السيد كيقول لي عماد، امي فعلا دارت النمر تيقول لي عماد تقايل تسيبو البورطابل ديالها، قال لي عيط لي السيد كيقول لي عماد، المهم ما داش ما جابش، قلت بحال شي واحد من البوليس قال لها انا من البوليس راني وسط البوليس انت معاك، قال لها بزربو حيد التليفون دابا نجيبو، بعد انا بين الناس ديال لا دي سي، وهاد الناس ديال لا دي سي كانوا جاو للدار هنا، راه ماشي بوليس، واش عرفت انا بوليس ماشي بوليس، البوليس ما غاديش معاهم السيارة في اي مغوش، وسيفي كلهم سيفين، فهمتي؟ وهاد العناصر اللي جاو راه معاهم السيارة في اي مغوش، ثلاثة سيارات من المحتاجين على قصوب الاعتقال ديالو، الآن هو متهم بواحد الجنحة خايبة. جنحة غير قانونية، على حسب المعلومات اللي وصلتنا انه لفقوا ليه تهمة ديال محاولة الاغتصاب ومحاولة الاتجار بالمخدرات والسكر العلني. هادشي اللي تقول لي بصفتك الاخ ديالو انتوما العائلة قريبة، فشنو عارف ولادي انا حسبي الله ونعم الوكيل، انا كندير هادشي نحلف بالله ونحلف باليمين، فهمتي؟ نحلف بالله ونحلف باليمين، ما كاينش يا خويا ما كيديرش شي حاجه في الخمر ولا في المخدرات، وملتزم كان تيخرج مع الاخوان ديال عبد الاحسان اللي كان في الولجه قبل ما يمنعوهم اللي قبل ما كانوا منعوهم من الولجه، كانوا اللي كان في الولجه كان تيمشي معاهم ومربي هو من الاحسان، عندي الاخ ديالي شاب تيمشي تقول لي تيخرج مع عبد الاحسان، تتبغي تقول للعالم ها الظروف خويا اللي كبر فيها، ها الناس اللي كان صاحبهم، ياك هادشي اللي بغيتي تقول؟ هادشي اللي بغيت نقول لك انا. وقول تكلم. واش غنقولك انا الاخ ديالي انا كنعرفو مزيان، كنعرفو مصاحب مع الاخوان بزاف، كنتصاحب مع الناس الزوينين، كنتصاحب مع الدراري الزوينين، وانا هاد الهضره ماشي انا اللي كنقولها، كيقولوها الجيران كيقولوها، ورا كاينين زوج جيران هما يقولوا الا بغيت تسمع منهم شي كلمه راه يقولوها، هما حاضرين دابا معانا هنا. واخا وقفنا عند النقطه ديال انه ملي اتصل بالوالده ديالك قال لها انا وسط البوليس، كمل لي. قال لها انا وسط البوليس، قال لها انا وسط البوليس ومتردد وبخاف طفى التليفون. هادي لقيتها الغد كانوا جابوا البوليس، هي انا راه ما نعسش مزيان مع الخدمه وهادو 4 ايام ما مشيتش الناس، يا عباد الله راه ما مشيتش الناس مزيان، فهمتي؟ ما مركزتش في حياتي، ما مركزتش في حياتي، ما كنتش في حياتي كنت ندير. واخا تقدر تعطي الميكرو لوالديك الشريفة، ممكن تقولي لنا الظروف اللي عيطت لك فيها الولد ديالك؟ كان خرج مع وحدهم تغدى بالدبا وخرج مع تسعود، عيط عليا قال لي راني عند البوليس. البوليس صافي انا ما فهمتوش ما تحبوش، هو كاع حبيت انا عاشي نمره غلط ولا هاد.
بالضيف ما جاش. ومن تما ما جاش في الليل، بقينا نتسناو وما جاش في الليل، حتى الغد على العشيه عاد جابوه يقول دخلوا علينا، طلعوا كيقلبوا في البيت اللي كينعس فيه. قلبوا ما لقاو حتى حاجه. ما لقاو حتى حاجه. ما لقاو حتى حاجه. هاد الناس اللي دخلوا قالوا لينا راه ما كاين والو، راه غير بنت شاكيه به، راه ما كاين والو، راه غيمشي وغيجي، راه بنت شاكيه. شكون هي هاد البنت؟ ما عرفتش. شكون هي هاد البنت؟ ما عرفتش، هو قال بعد شكايه ديال. وعلاش هاد البنت علاش شاكيه به؟ شنو نوع شنو اللي لقاو غيجي دابا؟ هما ما قالوش لينا، ولكن عاد سولنا بينا هو في الدوسي دايرين ليه محاولة الاختراق. وكي يعدوا البنت علاش كيطلعوا يقلبوا لي المحل ديالو، دخلوا لي الشيفيت ديالو يقلبوا لي المحل ديالو. اللي عنده البنت علاش مشاو يقلبوا لي المحل ديالو، ومشاو دخلوا الفيت ديالو يقلبوا لي المحل. البنت خبي وسط والديه، شافر وجيب الوالدين خبي وسط والديه، وسط مرت خوك وسط خوه وسط واخا الشريفه. دابا انت الميمه ديالو الوالده ديالو، هو كانت كما قال الاخ ديالو تتعرف فيه ولدك كي داير، وهذا ممكن تقولي الناس ولدك كي داير. الاخ ديالو قالت ما تيكمي ما تيسكر. ما يكمي ما يسكر، ما يدير الشيش هذاك الشيء، الشيش وهذاك الشيء عام لفق ليه، ما كيديرش هو هذاك الشيء. يعني هو بعيد تماما على ما كيتاجش في هذاك الشيء وما كيديرش هذاك الشيء. انا خويا ولا كيهضر، خويا انا متاكد منه. انت ولا كيهضر، انت خويا كان خصني كان كيخاف منه. انت انا تستعجل فيه ولا كيهضر، ولا ما عارف كيفاش ولا كيهضر كيفاش. انت ولا كيهضر فيك قدام، ولا استعجلت فيك انت ولا لو كان شي واحد اخر يقول بحال هذا قال لي شي برا. استعجلت انا اخ ديال ولا الحركه ديال الشعب ديال الحركه. ويقول لك خوك، ويقول لك خوك راه مسلم، خوك راه داير، خوك كيفاش مخداش خوك هادي. وكان مرد ما خصني كيخاف منه، ما خصني كيخاف منه. كان معنا خوك رجل سلوك الحمد لله حسن. اللهم ارحم من الوجه الله فوق مني فوق منه. اللي بغيتي تقول لي انت والوالده انه ابعد ما يكون على هذا الشيء، على هذه التهمه وعلى هذا الشيء. معنا كاينه امور اخرى، كاينه امور اخرى، كاينه امور اخرى ماشي على هذاك الشيء، ما تيديرش هو هذاك الشيء كاع نهائي. وهذا الشيء ماشي حنا اللي كنقولوا، الجيران كيقولوا فيها، هما الجيران كيقولوا لك علاش شدوا شدوا عليك الشيء. حنا قلنا لهم بعد هذاك الشيء، هو ما بغاش انك تهضر على الحق، قلنا لك نهضر على الحق ما كنهضرش شي حاجه. الناس الجيران وصحابه هذا الشيء يشهدوا في السلوك ديالو، لانه بابعد ما يكون بعيد على السلوكات ديال الانحراف. الجيران اللي بغيت نقول لك بعيد على السلوك ديال الانحراف، بعيد على السلوك ديال كل شيء. والجيران كيقولوا حاجه اخرى، كيقولوا لك بانه ولدكم بلا ما نقولوا احنا ولدكم راه شادين وش على قبل هذه ولا هذه ولا هذه، ولدكم اللي جاب ليه هذا الشيء هو هذا. وكان هادو حجم اللي جاب ليه هذا الشيء هو الخروج ديالو والحركات هو النضال ديالو. على هذه الوضعيه اللي فيها هو الان متورط فيها، السبب ديالو هو النضال ديال حركه 20 فبراير. النضال ديال حركه 20 فبراير هذا الشيء اللي بغيتي تقول لي ياك. وكان هادو واحد مره هادو واحد بوليسي قدام الاخ ديالي، وكان قال لي هو قدم، كان هادو قدام واحد الاخ ديالي، كان قال ليه شي انت الله الا بقى خصك، اللي حبك انت الله الا بقى خصك. وعلاش هادو ضربوه في وعلاش حنا دارك هادو؟ علاش هادو كيبقى يتجاحد معاهم، كيبقى يتجاحد مع رجال الامن، كيبقى يتجاحد انت حيت هو اللي يتجاحد معاهم ولا كيهضر على حقه. على حقه كيبقى يتجاحد باش يقول. المرة الثانية قلت لي مرة أخرى شي حاجة أخرى. المرة الثانية ضربوه بحال كانوا ضربوه بحجره بلطاجيه، بلطاجيه حقاش امن ما بغاش يخدم العنف، كيخيطوا البلطاجيه تخدموا العنف. البلطاجيه كانوا ضربوه في وقت ديال الانتخابات في الحمله قالوا كيفاش جاو. قلتي لي قبيله راه جاو دخلوا، هذا الشيء ممكن تحكيه للناس وتحكيه للراي العام، كيفاش جاو دخلوا للدار واش عيطوا ليه كي داروا ليه؟ هو ما باتش نهار السبت، ما باتش ما باتش ما باتش ما باتش في الدار، هو ما تيباتش في الزنقه. كيبات هو كيبات في الدار. داك النهار داك النهار بعنا حاله سيدنا النهار مي ما باتش عرفنا كاين شي حاجه، كاين شي حاجه. وعلاش ما باتش؟ متعقد متعقد. ومن بعد فين 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 ساقتكم الاحداث؟ اش اتصل بكم كيفاش عرفتوا راه تعتقل؟ تجابوا لينا مع السبعه ونص العشيه نهار الحد، جابوا لينا هنا ودخلوا. حنا بوليس ولي انا كن جيت كن انا ملي دار كي داخل المحل ديالي قلت لهم مرتي حامله، الا طاح لي بنادم ولا شي حاجه ما عرفت ما تشوفوها. هذا هو المساله باش هددتهم انا، باش هديت انت هددتو هددتو مع هاد الباب هنا قدام الباب، وش واحدين طلعوا لفوق. ولكن اش نقول لك استاذ ملي هبطوا علاش هبطوا مع التصاور؟ علاش هبطوا مع التصاور ديال العائله؟ هبطوا التصاور ديال العائله، هبطوا علاش بغا يهبطوا؟ هبطوا التصاور ديال العائله. شنو هما التصاور ديال العائله؟ التصاور ديال العائلة فيهم التصاور ديالو دي هو بيتر ناشور، وكيقلب هاد التصاور اللي مع شي واحد كيديرها، وكيقلب شي واحد كيسول فيه تقول ليه هاد التصوير مال مع التصوير فهمت بحال هكا. وحنا مع كثر عليهم
كتراني بالداشيش وداك الشيء ولاو بحال خافين وبغينا يهربوا بغينا يسيتو بغينا يهربوا بغينا يسيتو دابا بحال خطفوه خافين وقت يسيتو الدروش هو كيقول عاش الشعب عاش الشعب وما هازينو كيقول عاش الشعب وما هازينو ماشي انت حاطينو على جهه هازينو وقلت انا قلت لهم علاش داخل من دخلتو لداخل الدار عندي زمتهم اللي خرجتو برا تغايتو عاوتاني ومن بعد فين بدات الاحداث من تما ما لقيتوش انقطع الاتصال معاه من بعد انقطع الاتصال معاه انقطع الاتصال معاه تعيط لنا واحد السيد من السجن ديال المدن ديال عكاشه قال لنا راه ولدكم راه كيبكي ومكرفسين حالته مكرفسه وضاربينو فهمتي داخل ضاعقينو هما وضاعقينو السلطه ديال المحليه ديال السجن العمود دخل السجن وداخل على النضال وكشي طاح كيقول انت كاع يقول انا بغي نشوف مسؤول انا بغي هادي بغي هادي بحال بغي يرجع جلس عند وكيل مالي بحال بغي هادي وما دارش القضيه ما دارش القضيه وحيت خدموا مع العرف وانا دابا لقيت شي واحد اللي يدخل يقدر يشوف يقلب لي لحمه ويلقى 13 دقيقه في لحمه شي كون دخل دابا شي واحد يلقى كون دخل شي مسؤول انا دخلت شي لجنه يلقى شي 13 لحمه واخا قول لي يا استاذ دابا هو الاخ ديالك في عكاشه كاين شي واحد تبع الميز ديالو كاين شي واحد سول فيه من المحاميين كاين شي الحمد لله الحمد لله جاو شي ناس الحمد لله من حقوق الانسان من لجنه حقوق الانسان وجاو شي ناس من 20 فبراير مؤخرا في الاخير ما طاب من جاتهم وصلوا ميساج فيسبوك انا كنت مقاطع فيهاش قلت له تخلوا عليه كاع ولكن الحمد لله كان جاك شي مع الفيسبوك انا كنت الحمد لله بانو اقرب وقت بانو الحمد لله زعما كاين حتى هو حسيت بيه ملي دخلت على التليفون حسيت بيه ملي قلت له شي قلت لي في هذا الموقف تتسنى ان حركه 20 فبراير والعدل والاحسان توقف مع اخوك الحمد لله كنت تسنى في هذا تتسنى شنو النداء اللي تبغي توجه لهاد الناس هادو نوجه هاد الناس وقفوا نوجه هاد الناس وقفوا وقفوا مع هاد المنادي هذا كان كاين هذا اذكرهم بالاسماء قول حركة 20 فبراير وهاد الناس ديال العدل والاحسان وهاد الناس ديال لجنة حقوق الانسان منظمة عالمية كنتمنى من اي واحد يتساعد مع الاخ ديالي ومشي بصفة الاخ ديالي بصفة مواطن ديال حركة 20 فبراير يتساعدوا معاه ويتعاونوا معاه وي فهمتي وقفوا نبدوا المطالب ديالو وفي إدارة في السجن ديالو راه مكرفس وحاطينو في السجن مع الناس كيستهلكوا المخدر وناس كيبيعوا المخدرات وناس مجرمين الله يعفو الله يكون في العون فهمتي ما غاديش نقدر نقول لك شي كلمه على ذوك الناس ولكن فهمتي حطوا بلاصه حتى اول مره يتعاقلوا عمرو ما فيش منهم اعتقال ولا هادي حطوا واحد البلاصه تكون ما بين يدير راتاوي ما بين يدير راتاوي ديال الخير كنطلب من الناس ديال 20 فبراير والعدل والاحسان ومنظمة حقوق الإنسان وجميع المخلصين المؤمنين يعاونوا ويقولوا معاه. الوالدة قولي الوالدة شي كلمة. يا وليدي شغنقولها نطلب من المنظمة ديال حقوق الإنسان نطلب من العدل والإحسان ونطلب من حركة 20 فبراير يوقفوا معاه. أحرار الأمة كاملين يعني. الأمة كاملة يوقفوا معاه راه مظلوم، راه مظلوم بشعافه، ما داير حتى حاجة. راه خير من هذه البلاد. صافي بابوي راه ولد الشعب وراه حتى هو منه من خوته. حتى هو كان تيخرج معاهم. كان تيخرج معاهم وكان ما كيدوزهم. أي حاجة. أي حاجة كان يمشي معاهم فيها. كان تيمشي مع العدل والإحسان. العدل والإحسان ومع 20 فبراير. وكنطلب من الله يدخل السراح والله يعاون. واتصلوا بكم شي محامين الشريفة؟ محامين باقي ما شفناش عاد قالوا لنا. شي محامي. عجاو عندنا قالوا لنا راه باقي النسخة ديال مين باقي ما شفناش باقي ما شفناش قالوا لنا شوفوا شوفوا انا ما قادش قالوا لنا قادش على ديك الكفة ديال الحبس وما قادش مريضة وما عندي ماديا ومعنويا ما عنديش حتى باش ندير الكفة ما عنديش انا كنشد 7000 ريال في الشهر كي غندير ليها وتا واحد ما خدام هذا هو ما خدامش واحد اخر تا هو راه قال انا عندي ما خدام ما خدام طار ناشو في مارشي شكري وسوق الجمله طار ناشو هو ما خدامش سوق الجمله كتجي بشحال 800 ريال باش غادا نوقف انا مع هذا الولد وما دار والو عم ظلو بعد الناس ديال العدل والاحسان 20 فبراير ما هذا شي محاوله اتصال معاكم
لا تاصلوا بينا، تاصلوا بينا يا نس، وقالت راحنا غادي نشوفوا لي، غنشوفوا لي شي محامي. مريضه وعاها مريضه دايره عمليه عيني كدير شي، ما عنديش القدره الماديه، ما عنديش القدره الماديه والمعنويه، ما عندي كتاف، ما عندي ولاد خدامين، كلشي قال ولدك مظلوم، ولدي مظلوم، هذا هو اللي بغيت نقول. الظروف كامله ولدك راه مظلوم، مظلوم. واش شفتو؟ واش شفتو؟ تلاقيتو؟ لا باقي وليدي ما شفناش. ومشيتو سولتو في سولتو في الكوميساريه؟ وقفنا حتى سنترال عارف ما عندك من تدخل ولا من تشوف ولا من تطل ولا وطلبنا الولد من الجنوب انا ندخلو وانا عارفه واش كاين قلنا لي معاش تقولوا لينا واش كاين ما بغاوش كيقمعوا فينا وكينهضروا فينا وكيعاملونا كان حيوان ولات بان لك انسان كمواطن وكان شي مشي تشوفك وكان شي مشي تشوف السرقه ولا شي تشوف شي حاجه اخرى ما غاديش يعاملونا بهذيك المعامله اللي عاملونا في النار كان جيب شتومة السرقة ولا شتومة أخرى خايبة بغا يعملوا لنا معاملة بين وبين هذيك المعاملة اللي عاملوا مو داكشي عاملوا إذا تهمة شي حاجة كبر من كبر من كبر من الجنة شي حاجة سياسية عطي الأخ ديالك كملي لينا الرسالة واش نقول لك شتو ديتو ليه ما يتكال لا ما شفناش خلاو ما خلاو الناس قينا تما كنتسناو خويا نهضرو فينا سيرتي قلتي سيري وقفي في الماء وبقينا بحال هكا حتى لاخر شفتو ديك ما تلاحقتو لا بمحامي لا حتى شي حاجه بس واحد السيد صاحب خويا باغي الفلوس بالي بحال باغي الفلوس ما دينتو ما ديرو محامي ما بقاش ما بقاش فلوس فيها مرض السكر عندها طنج مرض الطنج وعندها القلب عند واحد الناس اخرى عاوتاني كتشرب لها الدواء كطلع لها لما دارت الدواء كيتنفخوا لها رجليها دايره عمليه على عينيها باقا كدير الدواء الاش ولا حول ولا قوه الا بالله وصافي تبغي توجهي شي رساله للمحامين الاحرار ديال الحركه 20 فبراير وعبد الاحسان كنطلب من محامي الاحرار وحركه 20 فبراير وجمعت عبد الاحسان وقفوا في جنبنا احنا ناس الطعاسه رساله غنقولها حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل لهاد الناس اللي تدوا الاخ ديالي وتقصوا لي حسبي الله ونعم الوكيل السلام عليكم عطي الاخ ديالي واش بغيت نقول نقول شنا كنتكرت وكذا هادي وتربع هي خمس ايام كذا هادي بقينا الناس على خاطر ما كنشرب ما مرتاحينش وكنطلب من المحسنين المنظمة حقوق الإنسان ومن العدل والإحسان يشوفوا لي شي محامي يوقفوا معاه. صديق ديال حسن الجنوسي بغيت نوجه نداء لحركة 20 فبراير وبغيت نذكرهم بأن حسن ما كانش غير شي مواطن عادي كيقولوا ليه جينا من مسيرة كاينة في بلاصة فما فيها كيمشي لها حسن كان دائما في الصفوف الأمامية حسن كان دائما كيحضر الجموع العامة حسن الهيمنسي كيعرفوا جميع الأعضاء ديال حركة 20 فبراير في الدار البيضاء جميع الفرقاء وجميع الفرقاء وأنا بحكم أني ماشي غير صديق ديالو بحكم أني جارو كنعرف أن حسن كان في البورتابل ديالو كان كيتهدد كان واحد كيهددو في البورتابل ديالو وكي دائما كيسبو وكيعيرو شنو هي انواع التهديدات بحال هاد ما كاينش يعني ماشي كيقول لي غادي نعتقلك ولا غادي هذا وانما غير السبان والكلام القبيح حكى لك شي خطرة حسن هادشي حاجه بحال هادشي كان هادشي انا ماشي ما يحكيش ليا هادشي كان انا حاضر ليه حاضر ليه انا حاضر ليه انا كنت كنمشي انا وحسن التنسيقيات ديال الحي المحمدي كنت كنسمع هادشي بودنيه وحتى هذا الشخص جاء على انه صحفي جاء على انه صحفي امتى من مشيت انا وحسن نحضروا المحاكمه ديال المعاد الحاقد جاء هذا الشخص على انه صحفي وقال لي غتعطيني النمره ديال التليفون ديالك على اساس ان غادي نوقف معك فاذا به عطى النمره ديال التليفون ديالو من بعد ذلك هديت فيه على اي حسن
كان دائما ما نتكلمش انا على سباته، جوج مرات سباته وجوج مرات كلاتها من العصا، جوج مرات متابعين جوج مرات كلاتها من العصا. حسن في مني هجموا المستقلين حركه المستقلين حاجه كيسموا داك عبد الطيف قريش ولا شكون هو، هو اللي كان هو اللي كلا العصا، هو اللي جاب كله كان محرود من هنايا، كله جا محرود من هنايا جمع العام الاخير تماما. حسن كان واقف مع حركه 20 فبراير عاطيها الوقت ديالو والشهد ديالو. انا كنت ملي كنت مع حركه 20 فبراير كنمشي غير الاربعه جمع العام ونهار الحد. اما حسن فكان من يوم الاسبوع ديالو كامل عامر، يوميا كان كيقول لي انا مشيت هنا مشيت هنا مشيت هنا، وما كانش غير مع حركه 20 فبراير، فخاص المعطلين حتى هما يوقفوا معاه. المعطلين كان هو واقف مع المعطلين، حسن ماشي مجاز المعطل، ومع ذلك كان كيلبس الجيل ديال المعطلين، وكان وكلا عصا كلا عصا في الولايه يعني. اذا فانا نعاود نوجه النداء ديال الحركه 20 فبراير انهم ما يتخلوش عليه، وانهم يوقفوا معاه، وان حسن هذه غير تهمه ملفقه. حسن انا كنعرف الاخلاق ديالو، حسن لا يعقل، حسن ما كيكبش مخدرات، هذه مسألة مفروغ منها. حسن ولا عمره كيعرف شي بنت ولا شي حاجة، حسن هذه تهم ملفقة ليه، والقصد ديالو أنهم لأنهم محنهم بهذه العبارة، حسن محنهم إلا كانوا المناضلين الآخرين، اللي أنا واحد منهم ما كناش معروفين، كنخدموا كنوقفوا باقي الخير لهذ البلاد، ومن شهر جوج حتى شهر 12 أنا بعدا كنسحب، من شهر جوج حتى شهر 12 أنا نسحب، ولكن حسن بقى مع الحركة وبقى كيعطي الوقت ديالو، ولكن محن هاد الناس. أنا كنقول أنا حسن مجدود محن المخزن، محن المخزن ضاق، المخزن ضاق ديال عند حسن المقدم حارفي ما عرف ما يدير. هنا كانوا كيجيو الطوموبيلات ديال لي تيسي، ماشي مرة ماشي جوج. فما باش نهضر على حسن انا ما غنسكتش، كما قال الاخ ديالو راه بريء من هادشي، بريء من هذه براءة الدين بنت ميوس. وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. الشهاده اللي تلا بها الصديق وجار حسن، كنزيد ناكد بان احنا كنا حاضرين. حسن مني عقلت عليه مناضل كيحضر في جميع الوقفات، جميع الاشكال النضاليه، وفعلا كيف قال الاخ هو اللي كان في الحمايه، في لجنه الحمايه، في الجمع اللي كان جا فيه ما يسمونه بالاتحاد المستقلين، يعني ديك الطبقه ديال المخزن كيف كنقولوا حنا، هو اللي كان يوكل العصا، وكانت عنده واحد الغيره كثيره على حركه 20 فبراير، يعني حركه 20 فبراير جات مسكين في الدم ديالو صراحة. واش حسن تعرض لهذا الشيء؟ لان الحراك في المغرب سالة، وبالتالي غتخاذ على اساس ان حسن اول خطوه ديال انتقام المخزن من الناشطين ديال الحركه. تماما وهذا الشيء تماما، هذا الشيء اللي قلتيه هو اللي كاين، لاننا فعلا حنا كنا متوقعين بان مني غادي يبرد الحراك الشعبي وحركه 20 فبراير كيف بدنا شي كليشه ديال السواد بداو كيسكتوا فيها. فدابا المناضلين الاحرار اللي كانوا مستقلين، كنقولوا حنا مستقلين ومساكن المدينه كاسكيطا لا والو، الان كيدفعوا الثمن، وهادشي ماشي غير في كازا. يعني كنقولوا انه دير لابس التوني ديال الحمايه، يعني راه بحزاب او لا شي هيئه، يعني كاين اللي حاميه الان. هذا هو المشكل. يعني حسن من الناس المناضلين اللي كانوا متحمسين وبينوا ديك الحرقه ديالهم على يعني ذاك حب الشعب، وباغي التغيير، يعني باغي التغيير باي طريقه. اليوم من 20 فبراير باش كتبرد ها النتيجه بدات، وراه كنظن ماشي حاسه اللي غادي يكون ضحيه اكيد ان المناضلين. ولهذا انني كوحده كنت في حركه 20 فبراير، والان الان منسحبه، كنلف بواحد النداء للناس ديال حركه 20 فبراير ماشي في كازا حتى في خارج المغرب، انهم يساندوا حسن كيساندوا معاذ، راه كلهم ولاد الشعب. وكنتمنى من جماعة عدل الإحسان واللي عندنا فيها ثقة كبيرة أنها دير شي بادرة طيبة مع هاد العائلة، لأن مسكن الأسرة ديالهم مسكن، راه لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا بان مناضل ناضل هاد العام كله وفي التالي كيتلاح، وكا ما نقدرش نقول يعني يتلاح لوحة في سلة المهمات، ولكن لا، كنتمنى من حركة 20 فبراير وجماعة عدل الإحسان وجمعية مغربية لحقوق الإنسان وجميع الناس اللي ناضلت وساعدت سنة معاذ، ان حسن بحال بحال معاذ بحال اي واحد. حنا وقفنا مع معاذ والحمد لله، وفي حسن غنوقفوا معاه ما غنتخلاوش عليه،
وكنتمنى ان جميع الناس اللي عندها فعلا حب التغيير وفعلا كتقول لا للظلم لا للحقره، هذا راه ظلم وهذا حقره، واكبر دليل هو اننا حنا كمناضلين جينا لهذا الحي ودرنا استجوابات مع الجيران كلهم من بعيد ومن قريب كياكدوا ان الدري كبر معاهم وبان الدري ما كيتعطش لهذا الشيء اللي يعني هذا الشيء اللي المخزن تهمو، يعني ان الدري انه مربي بعدا واحد التربيه اسلاميه، عائلته عائله ملتزمه ماشي شي عائله زعما اللي ممكن تخلي ولدها منحرف او لا. واكبر دليل واللي بغيت نشير ليه بالضبط للمخزن، هذا راه قالب بحال قلب الدري معاد تماما، راه ما كاينش شي بوليس انا بدا كنعرف الدعوه اولا مثلا وحده تاهمه واحد كتجي تسير على الدار بنهار بيومين، راه ما كاينش شي واحد اللي كتشدو كتعتقلو. هذا اختطاف، هذا اختطاف، انا اعتبره اختطاف، لان دم كيضرب بجنوي ومراه كتسرق كتكريزه قدام عباد الله وكتمشي سيمانه وهي كتدعي وكتعرف هذاك اللي ظالمه وشوف يا ترى يا ترى واش يجيبو. فكيفاش هل يعقل ان السيد خرج شي نهار السبت بالسبت والسبت هذا ما خصكم شاريه من هادشي كامل، يعني لو كانت انها غير دعوه جمعيه عاديه، يعني واحد الانسان دعي واحد الانسان راه مايمكنش ان السبت غادي يجيو يديوه، غادي يجيبوا لي السيد على الجمعه، غادي يجيبوا لي الخميس، غادي يسمعوا لي، غادي حنا كاع وصلنا لهاد الحقوق كلها ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ونتمنى الله يطلق الخير.